من الاثنين للجمعة مع حسام الرابحي على الحياة فام ماتينال الحياة الأقرب ليك. كيما العادة والعوائد لقيت ذي بشكون عنا جولة باش ناخذوا فكرة على أسوام الخضر الغلال اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء وأسوام الحوت زادة كيف كيف تتسويت في بوان مارشي أوتاوا لبوان مارشي. سي زبير صباح النور ومرحبا وحدد لي مكانك سيدي. يلا أجدد لك التحية الصباحية ليك حسام وسيد أحمد وكذلك سيف وسوسن وكل السادة المستمعين. وحددوا مكاني بطبيعة الحال مرشي النحايسية. حبيت قبل كل شيء نحب نشكرك على المقامات التونسية والإيقاعات التونسية. لا تشكر أحمد المخلوبي في الإخراج التقني المجهول تحية كبيرة برشا على الأغاني الجميلة. وزمينة سيد أحمد الإيقاعات التونسية المقامات التونسية مزيانة برشا خاصة أن يكون بصوت الفنان المتألق العربي وهو لطفي بوشناق. يعطيكم الصحة وبنشيو من عن يوم توا باش نعطيكم الأسعار. أسعار نبداو ساعة بأسعار الدواجن. سي الحبيب صباح خير. قبل ما نحبكش تفجعني أسعار الدواجن خاطر أسعار الدواجن أسمعني كان مش تعطيني أسعار منخفضة خلنا عديوك ما نعطيك أسمعني أعطينا الأسعار يسكالوب وعديج أعطينا أي أيوة سي الحبيب صباح النور يا سيدي صباح خير مرحبا نرجعوك كما قال سي زبير أسعار مرتفعة ماهيش منخفضة يا رسول الله اسمع مسكين المواطن والله مسكين بعد المول ذاك الجمعتين نتصور باش تحسن الأمور والسلعة تتوفر والسوم باش يطيح إن شاء الله أما المولد مازال من هنا لنهار أي مازال الجمعتين أخرين مازال الله مستعان وربي يكون في عون المواطن وكاو ربي يكون في عون جميع المواطنين قل لي يا سيدي أعطيني فكرة على سويم نعطوك لسويم سكالوب 17 و800 على ستيك 17 و300 فخذ الدندون 12 و800 عن جناح الدندون 10 و200 كركاس الدندون 4 و400 به الكبد متاع الدندون بتبيع مربوطة بعضها مرتفعة شوية 18 و800 كبد الدجاج نفس السوم 18 و800 أنا كنز الدندون كنز الدجاج 6900 شنو اللي ما قلناش عليه نساعدوا الدجاج اللي أهم حاجة يعني ما كلت الزوالي ما عادش قلت لك ربي يكون في عونه كهو ربي يكون في عونه كهو 11 دينار و500 ايوه عندنا الفخذ والزر نتاع الدجاج 16 و500 كركاسه الدجاج 6000 اشنو الاخر البيض هذا كون نفس السوم احنا تو ما جاتنيش تو العظام متبقينا مسعره هي من قبل 11 150 هذا هو سوم البيض واضح حسيتي وربي معاكم خليني نسألك قدام الارتفاع متاع الأسعار متاع الدجاج لأنه المواطن مازال يقبل ويجيكم وياخذ الدجاج ولا فما شنو الإقبال ضعيف يعني مش بالطبيعة إنسان مثلا كان ياخذ كل واحد الدجاجة مش كلف له برشا يولي ياخذ شتر الدجاج ما عادش ينجم يقدر على الدجاج الشكلوب كيف من كان ياخذ كيلو ونص زوز كيلو يولي ياخذ شتر ونص يعني بالطبيعه يمشي حسب الوظائف نتاعو يعني لانه ظروفه ما تسمحش يمشي حسب جيبه بالضبط حسب ظروفه والوظائف وما تسمحش اموره يعني ما شاء الله انسان بيخلص بالبيع الارتفاع الارتفاع نتاع الاسعار هذا كيما مس المواطن كيما مسكم انتم زاد في علاقه بالاقبال احنا في حيره يعني ماذا بينا احنا السوم طايح باش نخدموا بالبيع السوم مرتفع وما تمشيش وصلنا بالقدا بالضبط سيدي ان شاء الله ربي يعاونكم وان شاء الله ربي يعطيكم الحلال الطيب ان شاء الله ربي يرزق شكرا لك يا سيدي يعطيك الصحه ايوه سي زبير والله يا حسين قل. أنا في بالي في عام البرنامج في مخي قلت اليوم برا سي زبير شو رايك نعمله كمونية والكمونية قد مش يكون فيها يكون فيها ما كبدة دجاج ولا يكون فيها الحمى بكبدة بطل نقص يا حسين الكبدة ب 18 دينار يا حبيبي فهمتي ظلي استنفتي أنا في الموضوع هذا مش نبدل برنامج جيت نقولك عليه برنامج أنا بتبيع كما العادة بعد نستنى منك تبرر سي زبير سطر ربي هيا سي حسام شو رايك نطلع على الاسعار الخضر والغلال نمشيو نعطيو البطاطا ب 15% ايوه البصل نلقاو ب 12% ايوه الطماطم نلقاوها من الدينار حتى ل 18% الفلفل الحار والفلفل الحلو الفلفل الحار نلقاوه من 12% حتى ل 15% الفلفل الحلو 2350 القرع البرج بدينار البتنجيل هذا ما عندك فيه ما تقول الكيلو ب 12% الخيار الفقوس نقاوم من 15% حتى ال 2000
الخضر الورقية كما المعدنوس كما الكلافس كما أيضا السلق نقاوه ب500 حتى ل700. أيوة. نشوفوا أيضا بالنسبة للسبناخ مازال ما طاحش، أما السبناخ السوري ورق هذاك السوري 100 غرام مسيح حسين ب15 100. باه نمشيو باش نتعرفوا على الأسعار الغلال. أيوة. وكذلك نقاوه بالله أحمد أحمد يوسع التفاح سي زبير. قول يا اخويا انا مش سافي بوعدي. يحب ياخذ فكره على سوم التفاح وبرا هو شغل. لا انت نجيبوا له علاش ولدي اخويا حسام واخويا احمد نجيبوا له من فضلك يا سيدي. يلا اعطيني فكره على سوم التفاح. نكمل التفاح بتبعه الحال نقاوه من 2500 3500 ويسمع سي احمد بشعر 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 باش يخلص. ايوه قول لي سيدي. ما قلتلكش عاد على القرص. القرص توا كان تفشت كان ب 10000 القرص ولا دوم هاي بس 2500 لأن السعر نتاعو هبط برشا. إذا القرص هذايا بالنسبة أيضا كي قلت على مستوى الهندي معاش ما هندي الهندي بطبيعة الحال ما حدا بشوية الهندي. الزيتون الزيتون طاولة بنين ياسر الزيتون طاولة سي حسام نقاوه اليوم ب 1500 1500 بطبيعة الحال الكيلو. به هيا سيدي مش نمشي توا يا سيدي يا سيدي يا مرحوم الوالدين باش نحوت عليكم. باش نحوت عليكم نعطيكم اسعار الاسماك من اسماك الصيادين وما جادت به شباك الصيادين. معنا باش نعرفوا سي باسم كالعاده باش يعطينا اسعار الاسماك. سي باسم مرحبا بك. صباح الفل صباح الورد اليافين. صباح النور يا سيدي. اللهم استعان الحمد لله. ان شاء الله ربي يعاونك يا سيدي وان شاء الله ربي يعطيك من مال الاحلى الطيب ان شاء الله. هاي ودني ودني باسوام معقوله على الاقل. نودك يا سيدي الله يبارك. عندنا اليوم السردينة ايوه اللي يعمل بنادق الحرة دي نتاع المهدية كلمناك تعرفتها. اي اي الحرة نتاع البنادق ولا حاجة كلمناك مخلية باش. ايوه 3800. باهي. وعنا اللاتشة الرنجة 4400. عنا المرجان تاع تشيش ولا شربة. ايوه طقس بدا يبرد شوية 5800. ايوه عنا التن. ايوه 19 دينار و80. ايوه وعنا الوراطة 16 دينار و80 زويدة وعنا الخشينة 17 دينار و80. عنا مرجان الصنار 15 دينار و80 وعنا المتوسط المويا 11 دينار و80. عنا السكومبري 13 دينار و80. عنا القاروس الزويد 17 دينار و80 وعلى الخشينة حبة كعبة الشاف الكوشة اللي يقصهم طافي كيلو ب 22 دينار. عنا الشولة وقتها توا الشولة الصفيرة هذيك. ايوه باش الليمون زاد شيء كبير 29 دينار. ايوه تاع بحر حاجه بحريه ممتازه بس حاجه. أيوة. فصليه معناتها وقتها تو فهمت. ايوه وعندنا كليج هذاك نقولوا احنا الليج الغراب هذاك. أيوة. شبه المناني الابيض. ايوه 19 دينار و80. وهذاك هو. ان شاء الله سيدي ربي يعاونك وان شاء الله ربي يعطيكم بمال الحلال طيب ان شاء الله. أيوة. سيدي شكرا شكرا لك يعطيك الصحه. خويا باسم الشوله الشوله هذه تحكي عليها الشوله يفرج عليك المولى. الشوله يفرج عليك المولى. شنو نجم يجي عليها الشوله؟ نجم نطيبوها كشكشي نعملوها في الكوشه شويه بطاطا شويه طماطم شويه فلفل راس بصل. ها واضح فهمتني ممتازه برشا. واضح مساك توا وقتها هاي دبارة هذه دبارة يعطيها لنا سي باسم. ها سي باسم عطاك الشولة عطاك الفكرة على الحوت اش نجم يكون اش نجم نطيبه. بطبيعة الحال حبيت نحيي كل امرأة خيروانية هي توا في المطبخ تحضر ولود زوجها تحية لها وعطيناها فكرة بما على الأسماك. الدواجن كما كنت أسمعوا نار يا حبيبي نار غالية برشا برشا ينجم يتجهوا إلى الأسماك ويقاوا حل شي طيبوا اليوم اللوم به. أن نختموا بطبيعة الحال مش نعرف الأسعار بالنسبة للحوم الحمراء وكذلك العلوش والبرشني والدوارة والبقري الكل والبقري بتباع الكل هذه كل مش يقولنا عليها خونا طارق. صباح خير سي طارق. قل لي ساعة هبط هبط شوي الأسعار ولا هذيك هي كما البارح. اخو صباح خير صباح النور سي طارق كيف الحال يا سيدي؟ نهاركم مبارك. يعيشك يا سيدي شكرا لك. ان شاء الله ديما حيين هكا بخير بحول الله. ربي يفضلك يا سيدي مرحبا. والله لا سعر هي بيدا تسمى معايا فريسكان دينار في الهبره وخو زيد فهمتني. العلوش ما توق زاد خريف وفك الامطار راه فما ربي يرحم راسك يحفظك. امين يا رب امين. بجانبي راه فما زاد فما الفلاحه تجي تهبط السلعه ما تلقاش متعد تنقص السلعه في السوق هي راهي كي السلسه مربوطه ببعض صحيح فهمني. به عنا جلو عنا علوش في العدة وبرشني انتهينا بتاع فروين عنا هبرة 30 دينار كتلة 28 جمانة 26 صدر 20 بقري كرومة 26 بقري كبدة 30 دينار كرشة بقري
6 دينارات حرق ما 12 دينار حمر راس بقري 12 دينار مرقيس 30 دينار فيلي 34 و 34 علوش 28 كبدة علوش 35 كرش علوش 8 دينارات دورة مغسولة كالهذا واليوم نهاير جمع نهاير كسكسي بلا بالعصوبين الحمد لله وطريق بالبن ما عندكش حتى دخل في الأمور هذي يا أخوي شمي برايش دليها حكا باش ندعو بيه دليها دورة 30 دينار راس مسلوق 8 دينارات برش في جبلي من دينار 27 دينار كرشة دواء كبدة برشي 30 دينار كرشة برشي 8 دينارات 25 دورة برشي راس مسلوق 7 دينارات وربي وجد الخير وختير ربي مليانة بس ما ندخوشي نحن طريف طريف تتعدى المرحلة لبس 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 إن شاء الله سيدي ربي عاونك أخوي, أخوي حسام هو أعطاك الفكرة كسكي اليوم بالدوارة معنا كوسي بالدوارة اليوم هذوما يعني زوز الباير تاو مازلت نستنى في الدبارة نتاعك راسي زبير انا الدبارة نتاعي سمك اليوم عملت سمك بارك الله ما شاء الله اليوم موجود السمك يقول لي الشولة اللي يحكي عليها يحكي عليها خويا باسم هذيك مش تكون البرنامج نتاعي وانا ننصحك بها وننصح بها حتى الناس اللي يحبوا الاسماك والاسماك راهي هايله ياسة وغنية كي نشوفوا الاسماك راهي على مستوى صحة الانسان نخير انا ان ياخذ السمك وعلى برشا حاجات اخرين على كل هذه كانت فكره من مرشي الحيثية اترككم على الحسن اشكركم على حسن المتابعه والاهتمام كونوا بخير ودائما وابدا في الاستماع الى حياه اف ام 90.3 اشكركم والى اللقاء ابني حسام يعطيك الصحه سي زبير شكرا لك سيدي على كل هذه المعطيات هذه جوله كامله في مرشي حيسيه فكره عامه على اسوام الخضار الغلال اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء واسوام الدواجن وما ادراك ما الدواجن يا حبيبي سي با بوسيبل دي كاتاستروفي يا رسول الله سلام سلام العار اسمعوا بي بالحق اسوام مرتفعه برشا الحقيقه ما ان شاء الله تنخفض في القريب العاجل سينو يعطيك صحه سي زبير العياري هذا شنو كان عندنا بالنسبه لليوم في بومارشي بومارشي لو بومارشي